تحيات هند. اليوم غنشير لواحد النقطة مهمة دائما كنتكلم عليها في الفيديوهات ديال الشاشات التلفاز، واللي ما شافهمش يقدر يرجع إلى القناة وغيشوفوا مجموعة ديال الفيديوهات جميلة جدا. اليوم كتشوفوا هاد النافذة أو هاد الجنب ديال هاد المحل، هما متعمدين أن الشاشات ينزلوهم في هاد الجانب باش يبينوا لكم رغم أن الشمس ضاربة في الشاشة أنت كتشوف الصورة جيدة جدا. هذا هو النقطة اللي بغيت نشير لها اليوم. الفيديو غيكون قصير فقط لكتشوف جمالية الصورة، جمالية الألوان، رغم أن الشمس ما كانش شريده نهائيا. مثلا حنا التلفازة اللي كتكون عندنا في الصالون، في غرفة النوم، في أي مكان، كيكونوا لي ريدو، كيكون الضوء داخل، ولكن ما كتكونش الشمس. إذا في هذا المحل الشمس مباشرة والصورة لا تنهار. فردت بها في واحد الوقت في البدايه ديال 2018 شريئه بماركه سامسونج كولاد. الفيديو القصير حاولت غنبين لكم هذا المحل اللي الشمس فيه ضاربه ومع ذلك الصوره لا تنهار. اما ان اتكلم عن خاصيه الكولاد فكاين فيديو اللي تكلمت من الفرق بين اولاد وكولاد، والفيديو ما قبل هذا كنت تكلمت على الخاصيه الجديده اللي هي كولاد. إذن هناك عدة فيديوهات تقدروا ترجعوا اليوم وتستمتعوا بهم، وخاصة واحد الفيديو أنا شخصيا وأحب فيديو عندي في السلسلة ديال الشاشة التلفاز، هو الفيديو ديال الرقص ديال البالي. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. فيديو كان رائع جدا، أنا كنعاودو أكثر من مرة لأحيانا أنا أنبهر أمام هذه الصورة. إذا قناة هند لا للتفاهة لا للميوعة لا للملل، نعم للإفادة. لا عجبتكم القناة تشتركوا فيها، وهند تحييكم.